صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، بداية يوم جديد ويوم كله ان شاء الله خير وسعادة على كل حضراتكم. طبعا احنا متعودين ان احنا نبدأ معاكم يومنا بمجموعة من اهم الاخبار، لكن يمكن الخبر الاهم والابرز في هذا الوقت الحالي هو خاص بتنسيق الثانوية العامة. خليني اقول لحضراتكم انه قرر دكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مدى فتره التقديم للتنسيق الالكتروني للجامعات الحكوميه والمعاهد يوما اضافيا لتنتهي المرحله الثانيه في تمام الساعه السابعه من اليوم الثلاثاء. بالتاكيد هذا حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الالكتروني حتى هذه اللحظه، وأيضا إتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته مرة أخرى. خليني أقول لحضراتكم أنه من جانبه أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن أكثر من 240 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022 و2023. وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة مساء الثلاثاء 23 من أغسطس. وأشار المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق إلى إتاحة تسجيل الرغبات على مدار ال 24 ساعة، وذلك من خلال الحاسب الآلي الشخصي للطلاب والمزود بالإنترنت أو من خلال معامل التنسيق المنتشرة في الجامعات الحكومية. في هذا السياق خليني أقول لحضراتكم أنه شدد أيضا سيد عطا في تصريحات لليوم السابع أن على طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق مراجعة الرغبات وإجراء التعديلات التي يرغب فيها الطالب قبل غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، لأن الموقع بيرشح الطلاب وفقا لآخر تعديل تم حفظه على موقع التنسيق. وقال دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني، وذلك من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق. وأكد المتحدث الرسمي أنه على الطلاب استغلال فرصة المادة الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق. أيضا سجل الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق الشعبة العلمية بنسبة 60% فأكثر، أما بالنسبة للشعبة الأدبية بنسبة 58.5%. أيضا اليوم بدأت أولى أيام أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية، وذلك في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 من أغسطس. وأوضح دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الأهلية الجديدة يبلغ عددها 12 جامعة، وتشمل جامعات أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وأيضا بنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وأخيرا شرق بورسعيد الأهلية. هذا بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني. وقال دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، قال إن التقديم للتنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب الثانوية العامة خريجي هذا العام فقط، وسوف يتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام بعد انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية، على أن يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، ويتم قبولهم بالحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة. وأكد المتحدث الرسمي أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأي جامعة أهلية
بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية. وأضاف المتحدث الرسمي لأنه لا يسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية، وتجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور. من ناحية أخرى أشار إلى أنه يغلق أو يتم غلق المرحلة الثانية من التنسيق وغلق التنسيق الحكومي أبوابه، ويخسر الطالب فرصته في التنسيق الحكومي، وليس له فرصة إلا يعني ليس له فرصة حتى العام المقبل، لأن صلاحية شهادة الثانوية العامة عام واحد فقط، لكن صلاحيتها للتعليم الخاص والجامعات الأهلية عامان. وكشف عن أن اليوم بدأ التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، وأوضح أن كليات الهندسة هذا العام يعني مختلفة وتتواكب مع سوق العمل، وتابع أيضا سنطلق أسبوعا للتعريف بالجامعات الأهلية الجديدة بدءا من الغد. يعني دي كانت كل التطورات والتفاصيل الخاصة بخصوص الجامعات الأهلية وأيضا تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، وبالتأكيد كل هذه الأخبار بنتابعها مع حضرتكم على مدار اليوم من داخل شاشة تلفزيون الجيل السابع. كونوا معنا دائما، وشكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.